بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب. يتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم البرواز. في كل أسبوع نضع في هذا البرواز ملفا أو شخصا أو قضية، وربما نضع في البرواز لأنه برواز متسع ورحيب نضع فيه ملفا وشخصا وقضية معا. برنامج البرواز هو برنامج الأسرة المصرية، برنامج الأسرة العربية، برنامج الأوطان العربية بأشواقها وأحلامها بانتكاساتها واستخفاءاتها. برنامج البرواز منظور لأن يغير وعيا، أن نستعيد عن الوعي المطموس الممسوخ بوعي جديد. ببساطة شديدة ودون أي حذلقة أو تفلسف، وزارة الثقافة في مصر ما دورها؟ بتعمل إيه بالظبط؟ هل تقوم بدورها على الوجه الأتم؟ في حاجة اسمها المجلس الأعلى للثقافة، في حاجة اسمها صندوق التنمية الثقافية، في حاجة اسمها قصور الثقافة التي تنتشر في المحافظات، في عدة مرافق وكيانات ومؤسسات. هذه المؤسسات ينفق عليها من أموال دافع الضرائب المصري، والسؤال هل لهذه المؤسسات مردود ودور؟ أنا بقول هذا الكلام والإحصائية تقول إن المصريين ينفقون سنوياً 36 مليار جنيه على التعاويذ والتمائم والأحجبة. بقول هذا الكلام وشريحة كبيرة من الشباب تعاني من العدمية والإلحاد والغلو والتطرف. ماذا صنعت وزارة الثقافة؟ لما أقول المجلس الأعلى للثقافة في أكثر من 26 لجنة عضويات قد كده تسد الأفق، السؤال ماذا تصنع؟ في مصر كيان اسمه اتحاد كتاب مصر، النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. وجب الآن أن نسائل هذا الكيان، هذا الكيان هل يقوم بدوره أم لا؟ هل يعالج المبدعين المصابين بأمراض أو أزمات صحية أم لا؟ هل يبث وعيا أم لا؟ هل يصل بالرسالة الثقافية إلى كل قرية وكفر ونجع أم لا؟ هل سنخسر كثيرا إذا ألغيت وزارة الثقافة؟ وهل سنربح كثيرا إذا عولجت أدواء وأمراض وزارة الثقافة؟ أسئلة كثيرة، لكن أطرح سؤالا موازيا. هل نضب معين المبدعين في مصر؟ ما عادش في مبدعين بقامة نجيب محفوظ أو الشرقاوي أو يوسف إدريس، هذا محض هراء. واللي بيقولك إن مصر أعقمت كاذب حتى العظام. وحلقة الليلة دليل على أن مصر ولود، وإذا رحل نجيب محفوظ وإذا رحل الشرقاوي وإذا رحلت لطيفة الزيات وإذا رحل محمد عبد الحليم عبد الله، فإن هناك شبابا يأتون إلى ذروة المشهد ويحققون لمصر أمجادا ثقافية وإبداعية وروائية، ويملؤون المشهد بسنابل الإبداع الغض. بس يمكن لا يجدون فن التعامل مع الإعلام والميديا، يمكن لا يجدون فن التطبيل أو فن أن يظهروا إلى الضوء، لكنهم في كل الأحوال موجودون. وأحدهم ممثل لهم في حلقة الليلة، الروائي الكبير الذي أعتبره شخصيا، وهذا الكلام لا ألزم به إلا نفسي، أهم روائي في مصر الآن. إنه ببساطة أشرف الخميسي، الروائي المثير للجدل. ويتصاحبنا في الشاشة، يصاحبنا إصدار من إصداراته الروائية المتميزة، رواية جو العظيم. نجح أشرف الخميسي أن يحقق لروايته نسب مبيعات عالية. تصاحبنا أغلفة رواياته تباعا، مناف الرب وطبعا انحراف حاد، كل هذه عناوين روايات مهمة أحدثت حراكا مثيرا وأقبل عليها الناس من كل الأوساط. تحول أشرف الخميسي إلى حالة مصرية استثنائية. ودلني كم روائيا في مصر وصل إلى قائمة البوكر مرتين؟ أشرف الخميسي وصل إلى قائمة البوكر، أكبر جائزة عربية، مرتين، في 2014 وفي 2015.
رواية منافي الرب التي أحدثت سجالاً وحراكاً نقدياً ضخماً، ثم بعد ذلك رواية انحراف حاد التي أحدثت حراكاً مماثلاً. حتى البوست الذي كان يكتبه أشرف الخميسي على صفحته يحدث سجالاً ساخناً بين مادح وقادح، بين متقبل ومتحفظ ورافض. حيث وجد أشرف الخميسي وجد الفن الرفيع، ووجدت المساجلات الساخنة، ووجدت المواقف الواضحة التي لا تحتمل إمساك العصا من المنتصف. الذي يمسك العصا من المنتصف لا يمكن أن يكون مايسترو. المايسترو يمسك العصا من طرفها مش من منتصفها، يمسك العصا من طرفها لأنه رائد وقائد وصانع للوعي. إذا وجدت مثقفا يتشبث بالمناطق الرمادية وملوش موقف، عامل زي المية لا لون ولا طعم ولا رائحة، فاعلم أنه لا ينتمي فعلا وحقا وصدقا إلى مفردات المشهد الثقافي. أشرف الخميسي لا تعوزه الصراحة ولا ينقصه الوضوح، ولهذا وقع اختيار البرواز عليه. نعيش لحظات مع إبداعاته، لحظات مع فكره، لحظات مع مواقفه ونصوصه، لحظات مع مصر المبدعة التي لا يمكن أن تنتمر ولا يمكن أن تموت، لحظات تؤكد لنا أنه إذا رحل نجيب محفوظ وغربت شمسه في شموس أخرى تظهر، إذا رحل يوسف إدريس وذهب إلى منطقة الشفق في شموس وأقمار أخرى تظهر وتحقق لمصر مكانة رفيعة. أشرف الخميسي أحد هؤلاء. كان الميلاد في الأقصر 1967. تطورت رحلة أشرف الخميسي وخرج من نجع الخميسة إلى ذروة وقلب ضوء القاهرة. في كل رواية كان يثير سجالا ويثير مناقشات ساخنة ويستلفت نظر النقاد ويستلفت نظر القراء وتحظى أعماله بنسبة مقروئية. واقع الحال أشرف الخميسي وجه من وجوه الثقافة النضيرة الوضيئة صاحبة الموقف التي لا تتشبث بالمناطق الرمادية. حلقة الليلة حلقة مساءلة، حلقة مكاشفة، حلقة مواجهة. هل وزارة الثقافة التي تستقطع من جيوبنا 4 مليار جنيه سنويا تؤدي دورها أم لا؟ هل لجان المجلس الأعلى للثقافة أكثر من 26 لجنة تؤدي دورها أم لا؟ هل أصبحت مصر أكثر ثقافة واستنارة ووعيا؟ هل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تؤدي دورها أم لا؟ لحظات مكاشفة ومصارحة. ويتشاطر معنا على هذه الطاولة الروائي الكبير الأستاذ أشرف الخميسي. ستصاحبنا لقطات من فيلم الممر، لأن فيلم الممر كما قلنا في الأسبوع الماضي ونحن مصرون أن نكمل ما قلناه هذا الأسبوع، أحدث حالة مصرية. ممكن أن نسترد الفيلم الرفيع، وممكن أن نسترد قيمة الفن الرفيع وقيمة الألبوم الغنائي الرفيع الذي يشذب الوجدان ويهذب الضمائر. يمكن أن نستعيد مصر المثقفة المستنيرة مرة أخرى من براثن المقاولات والبزنس وبشاعة الفوضى والعشوائية. تصاحبنا لقطات من داخل كواليس فيلم الممر، لأن أحد الملفات التي سنناقشها مع أشرف الخميسي. فاصل قصير ثم نعود إلى الطاولة مع الروائي الكبير الأستاذ أشرف الخميسي، رحلته، كتبه، مواقفه، مكاشفة ومحاسبة ومساءلة لوزارة الثقافة والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وكل مرافقنا الثقافية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. صاحبتنا مسامع من فيلم الممر لأنه أحدث حالة ثقافية، حالة سينمائية، حالة روائية، حالة فكرية ستكون مسارا لحوار بيننا وبين ضيفنا الكبير. بنرحب في الاستوديو برنامج البرواز وقناة الصحة والجمال للمرة الأولى بمن أعتقد أنه أهم روائي في مصر الآن، الأستاذ أشرف الخميسي. أهلا بك أستاذ أشرف. أهلا بك يا دكتور. أنارت برنامج البرواز وقناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة جدا.
شكلكم انا اللي بشكرك على الحضور وتجشم العناء والسهر معانا حتى ساعات الصباح الاولى، بس يعني الصعايده يحبون السهر. كل الناس الادباء على الاقل ليهم علاقه بالسهر. جميل. الليل جميل. استاذ اشرف، يعني البدايه كانت في الاقصر، بدايه نمطيه طبيعيه. 1967 تدرجت كما يتدرج غيرك، ودرست ما يدرسه غيرك، وتلقيت نفس المؤثرات الثقافيه. لكن اشرف الخميسي لم يركب العربة الصغيرة، ده راح للسبنسة، راح للقاطرة الكبيرة، ثم اخترق ووصل إلى بؤرة المشهد، مشهد الرواية المصرية والعربية. اخترق ووصل إلى البوكر مرتين، أثار سجالا حتى في البوست الذي كان يكتبه، يثير سجالا المواقع، تتنادى البلوجات، المجموعات، نلاقي حروب على السوشيال. لماذا حيث يوجد أشرف الخميسي توجد المسجلات الساخنة؟ لأني أنا شخص ما أحبش السكون، بطبعي أميل للحياة. الحياة موازية دايما. أنا بالنسبة لي بعتبر الحياة هي الضجيج. لو ما كانش فيه ضجيج، الحياة هي الضجيج. الضجيج أو الضجيج. عندما يكون في ضجيج يبقى معناها أن في حياة، في سكون ورتابة، يبقى ده موازي للموت. وأنا بطبعي طول عمري أحب الحياة، ويمكن حبي للحياة ده خلاني فعلا تغلبت على حاجات كتير. البدايه على فكره ما كانتش بدايه طبيعيه ولا نشاه طبيعيه زي كل الناس، لكني وكبت طبعا وتوازيت مع بدايات بتاعت ناس تاني برضو عاشوا يعني حياه صعبه في البدايه. حياتك كانت صعبه؟ كانت في البدايه الطفوله كانت صعبه. صعبه باي معنى؟ بالمعنى الاجتماعي، بمعنى القمع الاجتماعي، ولا صعبه بالمعنى الاقتصادي؟ لا لا لا، المعنى ولا الاقتصادي، ولا صعبه انك مش قادر تتالف او تتعايش مع المحيطين؟ لا، هو الاقتصادي، الوضع الاقتصادي حتى لو كان ضيق ما يعتبرش قمع او ما يعتبرش فيه مشكله. دايما بنقدر نتغلب على المسائل الاقتصاديه. لكن القمع كان اجتماعي. بمعنى ايه القمع الاجتماعي؟ او اسري بمعنى اصح. القمع كان هو، ولو ان انا مش حابب اقول الكلام ده عشان الوالد دلوقتي لذيذ وجميل وحبوب. لا، ما احنا عاوزينك تختص البرواز بقى بانفرادات حصريه. الوالد ربنا يطول في عمره، حاجه يعني مستقره في قلبي، ويمكن لدرجه ان انا مش عايز اموت قبل ما يعني عايز اموت بعد ما هو اموت قبل ما هو يغادر هذا الحياة. الى هذا الحد. لكن في البدايه لو تتخيل ان في بدايه حياتي كنت اتمنى انه يجي لي خبر يقول لي الوالد مات. يا ساتر. لان الوالد كان قاسي في التربيه بتاعته. طبعا مش كان قاسي عشان خاطر غيه في القسوه، لكن هو كان بيعتبر ان القسوه دي هي السبيل اللي ممكن يخلي ابنه متفوق. هو البني ادم، الابن اللي القسوه تربيه حاجه كده. زي استاذ اشرف، انت كنت طفل شقي فكان مضطر لهذه الشكيمه لايقاف الجموح. لا، هو انا شقي، يعني انا كنت فعلا كاي طفل بيحب يلعب، ومش اكتر من كده. وعلى فكره الشقاوه دي تصاحبك الى الان. يعني انت لا تقنع بالمناطق المامونه او الساكنه ابدا. لا خالص، ما بحبش ده. يمكن لسه ليا صديقه في وزميله في المجله عندي بتقول لي لغايه يومين فاتوا، بتقول لي انت لغايه دلوقتي مشكلتك انك انت طفل. هي بتعتبر ان ده مشكله. ليه؟ لان او مش طفل، هي المشكله ان انا مشاغب اكتر من اللازم، وبتتخيل ان بالمشاغبه دي بتاعتي انا ببوظ حاجات. وده اللي انا بستغربه لما باجي بعمل لك تحليل سيكولوجي او نفسي. حضرتك بتفجر معارك ضخمه جدا، ثم تهدأ بعدها بساعات وتنتقل الى موضوعات اخرى. تمام. يعني ازاي حده الغضب بتسكت؟ يعني مثلا حضرتك كتبت بوست من قريب عن ضرب الزوجات. والبوست ده سبب لك في السوشيال مشكله. انا شفت حروب اهليه على السوشيال تقريبا، ويعني كان ناقص يجيبوا بوارج وفرقاطات ويحاربوك. مفيش بعديها بساعات لقيتك كتبت في موضوعات اخرى وحاله الغضب. يعني هذا التنقل من حاله الغضب الى حاله السكون، يعني هل ده يتماشى مع الحاله الطفوليه اللي حضرتك بتشير اليها؟ انا بطبعي انسان ما عنديش مشكله في الازمه. يعني تحصل الازمه دلوقتي، بعد 3 دقائق ما عنديش مشكله خالص. بتفهم تماما ايه اللي ممكن يكون، بتفهم تصرفات البشر. يعني انا يعني الاهم في كل التصرفات انه يكون الانسان اللي قدامي مخلص. اذا كان مخلص في التصرف بتاعه انا ما عنديش مشكله. احب الانسان المخلص حتى لو كان مجرم. يعني القاتل لو انه مخلص في جريمه القتل بتاعته انا بحترمه، لكن الانسان الوديع والحبوب وهو يرتدي قناع ما بحترموش. ويمكن انا قلتها مره واثنين وثلاثه، مشكله يهوذا الاسخربوطي مع المسيح انه ما كانش مخلص
وعلى الرغم انه لازمه وعاش معاه حياته كل الفتره الطويله اللي عاش معاه دي، ولكن كانت النتيجه انه انتهى لنهايه سيئه. في حين ان شاؤول اللي هو بيعتبر دلوقتي اللي يعتبر صاحب الرساله المسيحيه، شاؤول كان بيقتل في المسيحيين باخلاص، فكانت النتيجه انه بقى هو رسول الديانه المسيحيه. فالاخلاص دايما ما يوديك في 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 المنطقه الصح. انت حاسس ان معظم المثقفين في مصر ليسوا مخلصين؟ والله انا عشان ما تيجي كده نحاول يعني افتح قلبك لينا وضع على هذه الطاوله كل شيء، الافضاء او البوح تمام. او كما تسميه تمام. انت حاسس ان المشهد الثقافي معظم من يعمرون اروقته ليسوا مخلصين؟ انا بس خليني انا وبتكلم الكلام ده مش هقول ان انا من المخلصين، وان كنت اتمنى ان انا اكون من المخلصين عشان لا ازعم حاجه ما ممكن لا ابدا. اصل هو علم القاصي والداني ان حضرتك ناقم على الوسط الادبي واعتزلت الوسط الادبي سنوات طويله ورجعت يعني بخلع الاضراس، انت كنت واخد قرار لا تعود الى الوسط الادبي مره اخرى، كنت شديد النقم على الناس، وفي واقعه كلنا نعرفها، واقعه محمد الدره الطفل الفلسطيني، حضرتك شايف انه المثقفين وقفوا يتفرجون ويستمتعون بالمشاهده، فقررت ان تنفض يدك من المشهد الثقافي وانسحبت. تمام. الاخلاص ندره زي اي شيء نادر، ولذلك انا ارى طبعا ان معظم المثقفين في مصر وفي الوطن العربي يعانوا من فقد الاخلاص. القليلين قوي المخلصين هتلاقيهم دايما محاربين او هم طبعهم. والمؤسسات الثقافيه ايضا تعاني من فقد الاخلاص. المؤسسه الثقافيه في مشكله في المؤسسه الثقافيه، احنا عندنا هل المؤسسه الثقافيه بتعمل ولا ما بتعملش؟ يعني هل بتؤدي عملها ولا ما بتؤديش عملها؟ انا في وجهه نظري انا شايف عمل. يعني في عمل. انا شايف عمل. يعني انا راجل شغال في مجال الثقافه الجديده، شايف مجله بتخرج بمستوى جيد، شايف نوادي ادب شغاله، شايف مسارح شغاله، شايف كل ده شغال، لكن النتيجه ايه؟ هل حد شايف الشغل ده؟ انا ما هي مش مشكله اللي هي انك تأدي الشغل، المشكله هل العمل ده حد لمسه، حد حسه؟ انت موجه الثقافه دي المفروض للناس، المفروض انها هي ثقافه للجماهير، وخاصة اسمها الثقافة الجماهيرية على الأقل كان اسمها قبل كده. فالثقافة دي لما كل الجماهير والجماهير ما بتشوفهاش، يبقى احنا عملنا يعني ايه؟ يعني الأزمة حضرتك دلوقتي في هذه المحطة من الحوار شايف انها في المردود والنتيجة، انه ماذا رشح للناس في النهاية. بالظبط. طيب احنا عند هذه النقطة وبدأ محبوك يعني يتكاثرون، ومعنا مداخلة أولية، الناقد الدكتور رمضان الحضري. دكتور رمضان السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور رمضان، ومعنا في الاستوديو الكاتب الروائي الكبير أمير الرواية الآن أشرف الخميسي، والحوار تطرق إلى أداء المؤسسات الثقافية في مصر سواء مؤسسات رسمية أو مؤسسات نقابية، وحضرتك كان لك رأي في هذا الأمر. اسمح لي أن أقدم لك التحية وأقدم للروائي المقدم أو نجم الرواية العربية أشرف الخميسي تحية طيبة على مجهوداته التي قدمها في مجال الرواية وابتكاراته المتعددة في هذا المجال. شكرا. وأن أحييك وأحيي جميع العاملين في قناة الصحة والجمال، وأحيي فيكم هذه الروح التي من خلالها يمكن أن ننتقل النقلة الحقيقية بمصر الثقافية، بمصر التي تصدرت الثقافة في العالم. معلوم أن الحياة تقام على ثلاثة أعمدة، هي الثقافة والدين والعلم، وكل بيت في العالم من الماء إلى الماء ومن الرجال إلى النساء يدين لمصر بأن مصر هي صانعة الثقافة الأولى في العالم. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، لا يمكن أن أقيم مجتمعا من المجتمعات إلا إذا نظرت في مرآة ثقافتي. فمرآة الثقافة هي المرآة الحقيقية للمجتمع. من هذا المنطلق ومن هاتين النقطتين
مرتين أستطيع أن أقول هل فعلا الثقافة المصرية تؤدي واجبها نحو المجتمع، وأعني بالمجتمع هو الشعب المصري والشعب العربي. دكتور رمضان، حضرتك وأنت تخاطبنا معذرة، لابد أن نواجه الناس بهذا المشهد، هذه مقاعد خاوية أثناء الندوات. نعم، يعني دي بعض ندوات وزارة الثقافة، المقاعد خاوية، ويعني لا زيادة لمستزيد، الصورة مش محتاجة تعليق، يعني المقاعد خاوية، المنصة ممكن يكون عليها 2-3 متحدثين ويخاطبون بهمة ناشطة المقاعد الخاوية. هل هذه الصورة يعني تلخيص للحالة التي آلت إليها المؤسسة الثقافية في مصر؟ ليت هذه الصورة فقط يا سيدي الفاضل. الحالة الثقافية في مصر لا تعبر عن الشعب. الثقافة في مصر لا تمتلك الأدوات التي تدير بها الثقافة. طب معذرة يا دكتور رمضان، يعني أنا ما أقدرش أقول الثقافة لا تعبر عن الشعب، أنا أشرف الخميسي عبر عني في رواية ضارب الطبل، أشرف الخميسي عبر عني في رواية انحراف حاد، لكن أقدر أقول المؤسسة الثقافية هي التي لا تعبر عني. دوما أنا أختلف معك في التعبير. هناك فرق يا سيد بين الثقافة المنتجة من المثقف مثل صديق الحبيب وأستاذنا العظيم أشرف الخميسي وعميد النقد الأدبي المصري حسام عقل، وبين إدارة هذه الثقافة. نحن نحتاج إلى إدارة الثقافة. يعني حينما تفاجأ بأن اتحاد الكتاب المصري الذي أنشئ في منتصف السبعينيات بقرار رئاسي من الرئيس الراحل محمد أنور السادات استصدره منه خلسة السيد يوسف السباعي، الروائي العظيم يوسف السباعي، ومجموعة من أصحابه على رأسهم عبد المنعم سليمة ومحمد عبد الحليم عبد الله وغيرهم. دكتور رمضان، يعني عشان بس الاستطرادات التاريخية، هذا التأصيل التاريخي مهم جدا ومفيد جدا، بس عشان احنا محكومون بالوقت، حضرتك وجهت مطعن او نقد سلبي لحصول احمد عبد المعطي حجازي على جائزة من الجوائز الأدبية، وأثرت حراكا في الأسابيع الماضية، نلخص هذا في جملتين، لماذا؟ ألخص هذا في أن هناك فسادا كبيرا في مؤسسة أو في نقابة اتحاد كتاب مصر. هذا الفساد نفاجأ بأن هناك أعضاء من الاتحاد يفصلون، أن هناك أعضاء يستدعون. طب عفوا عفوا دكتور رمضان، أنا يعني أنا المفروض كإعلامي لابد أن أتوخى الحذر في المصطلحات التي تستخدم. إحنا لابد أن نتوخى الحذر في المصطلحات المستخدمة. حضرتك هاجمت حصول أحمد عبد المعطي حجازي على جائزة للشعر، بينما أحمد عبد المعطي حجازي شاعر كبير ودوره مثمن غاليا ومعروف، لماذا يعني نهاجم حصول حجازي على جائزة مع أنه فعليا يستحق جائزة أدبية؟ نعم، أولا شروط الجائزة يا سيد الفاضل كانت على إنتاج، على أن يكون الشاعر المتقدم لا زال ينتج شعرا، وأحمد عبد المعطي حجازي لم يكتب شعر من 3 عقود تقريبا. ثانيا أن شروط الجائزة أن يكون الكاتب أو الشاعر قد كتب في جميع أنواع الشعر، سواء الشعر الديني أو الشعر الوطني أو الشعر السياسي أو الاجتماعي أو كذا، وأحمد عبد المعطي حجازي جميع شعره قصيدة واحدة غير متنوعة وغير موحدة. هذا من ناحية، من الناحية الأساسية ومن الناحية التقنية الشعرية التي أجيدها أنا، وأنت تعلم ذلك جيدا، أن شعر أحمد عبد المعطي حجازي
لا يستطيع أن يقدم نموذجا شعريا للمجتمع، بمعنى أن شعره لا يستطيع أن يستفيد به المجتمع، وبالتالي فهي عبارة من وجهة نظر خاصة والتي لا ألزم أحدا بها. فأنا أعتبر أن شعره كأنه لم يقال. كل الشكر والتقدير دكتور رمضان، معذرة معذرة لانسحاب بساط الوقت من تحت أقدامنا، كل الشكر والتقدير على هذه الإضاءة الكاشفة. وطبعا احنا بنقول من خلال هذا المنبر المحايد، من حق أي قيادي في اتحاد كتاب مصر أن يجيب، أن يأتي إلى الاستوديو، أن يفند أو أن يرد. نحن دائما نقول الحركة الثقافية تلاقح بين الرأي والرأي الآخر، آذاننا مصغية ومفتوحة للرأيين معا، ومن حق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أن تدافع عن هذه الجائزة بالطريقة التي تراها. أستاذ أشرف، يعني إحنا معنا مداخلة هاتفية أخرى، بس أنا كنت عاوز أعرف رأي حضرتك في الأداء الميداني على الأرض، سواء لاتحاد الكتاب أو لوزارة الثقافة. يعني إحنا في 2016 في تقرير صحفي بيقول أن وزارة الثقافة وجهت ب21 أزمة، من بين هذه الأزمات الصورة اللي إحنا عرضناها افتتاحات بلا جماهير، افتتاحات بلا جماهير، مؤتمرات ضخمة، ندوات ضخمة، فعاليات ضخمة، والمقاعد خاوية. تعقيبه. ما هو ده نفس الكلام اللي أنا كنت قلته من شوية. إحنا عندنا شغل، موجود فيه شغل، وزارة الثقافة بتعمل شغل، لكن المشكلة الكبرى إن الشغل ده إنه مش واصل للناس. في شيء يعني أنا دلوقتي عايز أفهم، أنت بتطلع كتب، في كتب كتير، هيئة العامة لخصوص الثقافة والهيئة العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة، كل دول بيطلعوا كتب، ثلاثة كتب، وكتب مهمة جدا بتخرج ومنفق عليها، يعني في إنتاج أهو، عندنا ندوات وعندنا مسارح وعندنا وعندنا، لكن فين الإعلام؟ يعني ليه وزارة الثقافة مثلا ما تشتريش وقت تعمل فيه إعلان أو دعاية أو تقول إن في كتب يا إخواننا بنخرجها أو في ندوات أو أو أو، عشان خاطر تحس الناس إنها تروح. المشكلة عندنا دايما إن مفيش متابعة للشغل ده. الشغل دايما بيقف عند حدود المهتمين بيه، يعني نادي الأدب ما بيروحوش الناس اللي هم الناس. يمكن في تضارب في السياسات. التضارب بينهم وبين بعض؟ يعني مثلا على سبيل المثال، في سنة من السنوات الدكتور أحمد مجاهد كان مشرفا على قطاعات داخل وزارة الثقافة وقال إن 800 قصر ثقافة ده كتير، لازم نقلص هذا العدد. تمام. في الوقت اللي أشرف عامر كان مسؤولا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقام بافتتاح خمسة قصور ثقافة جديدة بتكلفة قد تتجاوز الـ 60 مليون جنيه. أيهما نصدق؟ أنا أصدق ما أرى أنا. يعني إيه؟ يعني أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش، أنا مش موظف كبير في وزارة الثقافة عشان أفهم هم سياساتهم ماشية إزاي، أو إذا كان في تضارب أو ما كانش في تضارب. لكن أنا اللي شايفه بعيني أو اللي أنا لمسه بنفسي من خلال الممارسة بتاعت الثقافة في مصر، إني في منتج لكن ما فيش حد متابع المنتج، في مسرحية ما فيش ناس بتحضرها، في نادي أدب بيحضروا الناس اللي عايزين يقولوا الأدب لكن الجماهير ما فيش، في كتاب بيطلع اللي بيشتروه الناس اللي هم ليهم علاقة بالكتاب، لكن ما فيش التحام حقيقي مع الناس عشان خاطر نأدي العمل ده. أنا أقول لك على حاجة تانية يا دكتور بعد إذنك، ودي أنا أراها أنها الكارثة الكبرى. مصر اللي احنا بنتكلم عليها على أنها هي رائدة الثقافة العربية، معقولة ما يبقاش في مجلة ثقافية واحدة تطلع للوطن العربي تتوزع في العواصم العربية؟ كارثة طبعا، دي مصيبة. يعني في عز يعني الإمارات وقطر وكذا كله بيطلع مجلات مهمة بتتوزع على الوطن العربي، احنا رحنا فين؟ مجال الثقافة الجديدة دي المفروض تتطور، وانا كنت قلت قبل كده مع ناس من الأصدقاء اللي هم ماسكين رئيس التحريف، المفروض تتطور وتتوزع وتوصل للعواصم العربية، إبداع. عندنا مجلات مهمة المفروض انها تتطور تطلع لبره، عندنا مجلات مهمة ولا بد ان تتطور، واحنا مش قادرين نسيطر على فيض محبيك. صدق. انت مشكلة في ألتراس وقاعدة جماهيرية وأشرف الخميسي محبوب من الجميع. تسلم. معنا على الهاتف الأديبة والكاتبة الأستاذة رانيا مسعود. أستاذة رانيا السلام عليكم ورحمة الله. سلام، ازاي حضرتك يا دكتور حسام؟ موضوع شائك كعادتك، وبرحب بضيفك. يعني حضرتك اثرت موضوع مهم جدا، وهو مسألة ان مفيش ثقافة جماهيرية، او الناس او الجماهير العادية مش بتمارس الثقافة كما ينبغي.
وانا عاوزه اقول لحضرتك احنا صرفنا كم من الملايين على ترميم دار الكتب. دار الكتب انا شخصيا وانا صغيره كان عمري يعني لا يتجاوز مثلا نقول 6 أو 7 سنوات، وكنت باخد معايا الجيران تقريبا كلهم عشان نروح مكتبة الطفل. فجأة دار الكتب أغلق لمدة طويلة جدا، يعني تقريبا 20 سنة، ثم افتتح للجماهير. هذا الدور الآن هل يمارس بالفعل دوره الثقافي؟ احنا لما بنيجي ندور على مكان علشان نقيم فيه ندوة بندفع وبنمول من جيبنا علشان نروح نعمل ندوة نناقش فيها كتاب من الكتب، وليكن حتى كتاب الكتاب دوت واخد جماهيرية وشعبية بين الناس، برضو مش بنلاقي مكان ان احنا نناقش فيه هذا الكتاب، بنضطر أستاذة ان رانيا، احنا ننفق من يعني جيبنا. حضرتك أكيد تابعت تجربة أشرف الخميسي وهو من كتاب الصف الأول الآن في القصة العربية. أنت حاسة إنه أشرف الخميسي اللي كتب رواية الصنم، واللي كتب مجموعة الجبريلية، واللي كتب مجموعة الفرس ليس حرا، واللي كتب ضارب الطبل، واللي كتب جو العظيم، واللي كتب خروف وكلب، واللي كتب هذه الأعمال، حاسة إنه واخد حقه؟ انا مش شايفه ان اي كاتب واخد حقه، وشايفه ان احنا حابسين نفسنا دائما وظالمين نفسنا في سجن نجيب محفوظ، وفي سجن جيل معين من الاجيال اللي كتبت. وانا حتى في مداخله ليا في احدى الندوات اتكلمت مع الدكتور شاكر عبد الحميد، وكان ساعتها هو وزير الثقافه، وقلت له احنا لحد امتى هنفضل نمجد في الأجيال بتاعة الناس اللي أساسا ماتت؟ حتى احنا متى المفروض إن احنا سنظل نمجد في الراحلين؟ شكرا لك يا أستاذة رانيا، جملة جميلة نختم عندها، ومعذرة لضيق الوقت أستاذ أشرف. يعني إحنا الحقيقة بننتقل انتقالات كبسولية سريعة، لأن طبعا الموضوعات والملفات كثيرة. طب قبل ما ننتقل أنا عاوزك عايز أشاور تعقب على على حاجة، الجزئية دي، اتفضل. اللي هي مسألة هل أشرف الخميسي واخد حقه؟ انا ارى ان انا واخد حقي وزياده. وزياده من مين؟ ابداعي هو من الذي الذي يعطيني الحق، منحك حق من القارئ، من القارئ. القارئ لكن المؤسسه المنوط بها، انا غير مهتم بان المؤسسه تديني حق او ما تدينيش حق، غير مهتم خالص، لان انا اساسا في الاساس ارى ان المؤسسه الثقافيه لا يجب ان تكون بهذا الوضع. انا ارى ان الدوله الحره ما يبقاش فيها وزاره الثقافه، زي ما المفروض ما يبقاش فيها مؤسسة. يعني حضرتك بتتبنى فكرة إلغاء وزارة الثقافة أسوة بوزارة الإعلام؟ أنا مع فكرة إن ما يبقاش في وزارة ثقافة بالطريقة دي، بالنهج ده، يبقى في مؤسسة ثقافية تخدم على الموضوع، ما تبقاش منتج. يعني إيه؟ يعني هي تبقى مهتمة بإنها تنفق أو تصرف على أنشطة الناس اللي في الناس اللي بره، اللي هم أستاذ أشرف الخميسي، حضرتك من كتاب الصف الأول، إحنا مش عاوزين نبسط المسائل للناس، مش عاوزين نمرر لهم كوارث ونحطها في ورق سلوفان. حضرتك من كتاب الصف الأول، تمام، بتحظى بأعلى نسبة مقروئية، الشباب يقرأك ويتابع كتبك، وبتنفذ الطبعة الأولى والتانية والتالتة، وده ما بيحصلش. تمام. حضرتك في سوق الكتاب وعارف، لم تعقد لك ندوة واحدة في لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة. تمام. لم تعقد لك ندوة واحدة في لجنة السرد بالنقابة العامة لاتحاد كتاب حقيقي مصر. يعني ده نقول عليه إيه؟ غيبوبة؟ أنا يوجد من يستطيع يوجه ليهم الاتهام، لكن أنا غير ملزم بأن أنا، يعني أقصد أنا مش مهتم بده. لو إني اهتميت بده أنا فعلا صدقني هقف، أنا مش هعرف أكتب، لأن دايما هبقى مشغول. أنا بتكلم دلوقتي على مستوانا الشخصي كراجل بيكتب، مش بتكلم على 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 حكمي على المؤسسة من فين. طبعا الكلام ده صحيح، أنا أرى إن هي ما بتقومش بدورها المؤسسة. أنت نقدت ده بالفعل يا أستاذ أشرف في روايتك ضارب الطبل، بالظبط، والعنوان نفسه دال. تمام. إنه يعني الذي يضرب الطبل، بالظبط، يحظى بأشياء لا يحظى بها من لا يستطيع أن يضرب الطبل. أنت قلت كل حاجة تقريبا في العنوان. فالدبلوماسية دي لن تغنيك. لا 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 والله ما دبلوماسية. أنا أقصد أنا بتكلم بما يرضي الله. تمام. إزاي يعني؟ أنا بتكلم على تجربتي أنا الخاصة. أنا لو وقفت وبصيت هل الهيئة أو وزارة الثقافة بتديني دور معرض الكتاب بتعمل كل سنه وبتجيب ناس من بره، وانا ما بتعمليش ولا حاجه، ما بستدعيش خاطر. انا عارف ان انت مهتم بالرموز وبانصاف الرموز، وكنت من القلائل الذين انصفوا احمد خالد توفيق حال حياته وبعد رحيله، وانا عارف ان انتوا كان بينكم صله حميمه جدا وكنتما صديقين. تمام. وانك انت حتى غيرت اللوجو بتاع صفحتك بعد رحيله بصوره احمد خالد حقيقي توفيق، وتهتم دائما بالمبدعين الذين مرضوا،
والذين لا يعالجون. احنا كان بين ايدينا مبدع مهم جدا بنعتبره جمال حمدان الجديد، اسمه جمال مشعل. عمل مجموعة مجلدات بعنوان معجم البلدان في مصر، افنى حياته في هذا المعجم. الرجل وقع توك توك خبطه وفتت عظمه 60 حتة، وظللنا ننادي بعلاجه، وللأسف اصطنعوا أذنا من طين وأخرى من عجين، لم يعالج جمال مشعل، ورحل جمال مشعل عن الحياة دون أن يعالج. احنا معنا على الهاتف نجله محمد جمال مشعل. محمد السلام عليكم ورحمة الله. محمد جمال مشعل معنا على الهاتف. ازيك يا محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. انا معي في الاستوديو الروائي الكبير الاستاذ اشرف الخميسي، وتطرق الحوار الى والدك رحمه الله، احد يعني اعمده التاريخ، تاريخ مصر الحديث، افنى حياته وترهبا في صومعه الكتب ورحل. وطبعا انا شخصيا حاولت ان اتوسط في مسائل علاجه لانه مر بازمه صحيه طاحنه ثم رحل عن الحياه. ماذا تود ان تقول يا محمد؟ في البدايه برحب بحضرتك جدا، وبرحب بضيفك الكريم، ومبسوط جدا ان انا مع حضرتك، مبسوط جدا ان لسه في حد بيتكلم عن ابويا بالطريقه دي وفاكر ابويا، ويعني الراجل ده ما خدش حقه بصراحه، ما خدش حقه خالص. يعني الراجل تعب فتره طويله، تعب جامد، وما شفتش اي حد من اتحاد الكتاب ولا من وزاره الثقافه ولا اي حد تقريبا عمل له اي حاجه. ما شفتش اي حد عمل له اي حاجه. ورحل راهب الفكر جمال مشعل، رحل في صمت دون ان يحس بيه. رحل في صمت رهيب رهيب، وما ولا حتى ولا ندوه ولا اتحاد الكتاب حتى عمل غير تعزيه بس على النت كده يعني. طيب خليك معانا يا محمد على الهاتف، خليك معانا يعني متابع للبرنامج. الوحيد اللي كلمني واشكره جدا كان الدكتور يوسف القعيد. ده من لجنه القصه. تمام تمام. وحضرتك يعني عشان نبقى صراحه في كل الشكر والتقدير يا محمد، ونحن نترحم على والدك ولا نكف عن الدعاء له بظهر الغيب وقراءه الفاتحه لروحه، لانه كان احد رهبان الفكر في مصر. استاذ اشرف، ليك تعقيب على رحيل جمال مشعل وامثاله كثيرون. حضرتك ادركت علي شوك وغيره من الكتاب الذين ماتوا بين ايدينا دون ان يعالجوا. انا يعني لفتت نظري فكره ان هو مات وما خدش حقه. هو ان شاء الله ما ماتش، ما فيش مبدع او صاحب عمل عظيم بيبقى مات حقيقي يعني، لا يعني هو مات انتقل بالجسد، لكن عمله ده هيفضل دايما مخلده. فهو ان شاء الله باذن واحد احد انا لا اعتبر المبدعين دول انهم ماتوا. لكن الحياه بتاعتنا الثقافيه محتاجه جنب الرهبنه للشغل او جنب اداء العمل، محتاجه دايما فعلا انك انت تفرض نفسك وانك تاخذ حقك بايدك. تاخذ حقك بايدك، الدنيا تؤخذ غلابا زي ما بيقولوا. يعني انا ليا هدف فلازم اوصله بطاقتي، ولذلك انا لا يعني مش بقف قدام ان في حد زي هيئه مش عارف وزاره الثقافه ولا ايه ولا اتعمل لي ايه ولا اتعمل ليش ايه، لا انا دايما ارى اني انا قد ان انا اواجه كل العقبات دي. المبدع او الاديب بس او المفكر، بس يا استاذ اشرف ما انتش خايف من هذا المصير؟ لا لا اخشى ان يقعدك المرض. لا اخشى من هذا المصير، فتدير لك المؤسسات ظهرها، وان دارت المؤسسات ما هي دايره ظهرها، وان ادارت ظهرها مش عارف كم درجه، ما ده مش ما ده مش مش في يعني مش متخوفاش. للاسف مش قادرين نسيطر على كم التليفونات في هذه الحلقه. فضل. انت جماهيريتك عامله لنا مشكله النهارده. ومعنا على الهاتف الكاتبه الصحفيه الكبيره ومن رموز الصحافه الثقافيه في مصر، الأستاذة شيماء عيسى. أهلا. أستاذة أهلا. شيماء السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا دكتور حسام؟ أهلا بك أستاذة شيماء، وتحياتي لك والروائي الكبير أستاذ أشرف الخميسي من الاستوديو يقرئك السلام والتحية أيضا. أهلا صديقة عزيزة. السلام عليكم أستاذنا المبدع أشرف الخميسي. طبعا وتحية للمشاهدين حضرتك الكرام. سلامي سلامي. أستاذة شيماء، ليه أشرف الخميسي على مستوى يعني المؤسسة الثقافية على مستوى الكيانات النقابية لم يحظى بحقه؟ وليه دايما الرافعة الوحيدة التي ترفع أشرف الخميسي والتي يراهن عليها ولم يخب رهانه القراء؟ وده حقيقي، لأنه الأستاذ أشرف الخميسي يعتبر مثل صارخ لكيف يكون حال المبدع في مصر، لأنه مش ببساطة شديدة
هو ملوش تربطات، ملوش شلاليه، والوسط الثقافي بمنتهى الصراحه قايم على الفكره دي، وده يعني ميراث قديم، اظن الاستاذ اشرف ممكن يتفق مع الفكره دي. طبعا مع الاحترام لوجود قامات ثقافيه في وزاره الثقافه وخارج وزاره الثقافه، لكن ده حاجه يعني لا تغيب عن ذي عينين يعني. فالاستاذ اشرف الخميسي من بداياته شق طريقه منفردا، واستطاع ان هو ينشر وابداع وانتشر وذاع، وحتى وصل حاليا يعني للعالم العربي وللعالم. واتحارب كتير يا استاذه شيماء، اتحارب كتير قوي وما زال يحارب حتى الان. صحيح، زي ما قلت لحضرتك يعني انا اظن ان ده لان هو مش ابن شله معينه تبع فلان وتبع فلان في عالم الثقافه، ودي آفة لازم يعني يتم محاربتها من جماعة الكتاب المستقلين الحقيقيين، الكاتب الحقيقي فعلا ما بيكونش ليه شلالية ولا تربطات ولا يأبه بهذه الأمراض يعني في الوسط الثقافي، واللي حطمت للأسف حطمت مصداقية حتى الوسط الثقافي. كل الشكر والتقدير أستاذة شيماء، معذرة لضيق الوقت، كل الشكر والتقدير. ما تبقى من الدقائق أترك الميكروفون للأستاذ أشرف الخميسي. أستاذ أشرف، يعني إطلالة بانورامية على رحلتك الشخصية وعلى المشهد الثقافي في حدود الدقائق المتبقية، وكلنا أذان مصغية. إيه بقى يعني أقول إيه؟ المسارات وصلت إلى فين؟ المسارات يعني بالنسبة للكتابة، هل ذهبنا إلى ما هو إيجابي؟ هل المشهد الثقافي يتعافى؟ لا، المشهد الثقافي لا يتعافى. لا يعني يتعافى. أنا مش معنى أن أنا بقول أن أنا في شغل أنه معناه أنه في تعافي. لا، إحنا في شغل مهدر. أنا أرى أن الثقافة بتنتج شغل لكنه مهدر. ليه؟ لان احنا بقول ان في حلقه الوصل، ان انا اوصل الشغل ده للجماهير ونشوفه مفقوده. احنا لازم اذا كنا عايزين نصلح الاتجاه ده، لابد من ان احنا نعمل حلقه الوصل اللي تخلي العمل ده يوصل للناس. طبعا في فساد داخل المؤسسات، ده ما فيهوش فيه فصال، في لجان، واللجان دي كلها تنم عن فساد في فساد. تمام، الفساد جوه اللجان اللي هي في اذا كان اي مؤسسه، خصوصا اللجان المحكمه، لان هو كلها بتتم بطريقه ان هو الفيس دلوقتي فتح مجال الفساد بدرجه كبيره. يكفي انك انت تخش الفيس بيوصلني بمنتهى البساطه، انا عايز دكتور حسن، اخش على دكتور حسن، الله انا يا دكتور انت انسان رائع وكتبك رائعه وبديعه وانا اديب وكذا 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 وكذا. اهلا وسهلا، طب ليه احنا ما بنشوفش سعادتك يا استاذ اشرف؟ ممكن تيجي معانا في لجنه كذا. الفيس والمسألة دي فتحت الفساد. انت كل ما تبقى صاحبي كل ما انا اقدر اعمل لك اي مصلحة. ده مش مؤسسة، مش في المؤسسة الثقافية بس الرسمية، لا ده حتى في الشلل بتاعت اللي هي القطاع الخاص، يعني شلة فلان وشلة علان وشلة ارتكان اللي هم موجودين في وسط البلد وغيرهم، هتلاقيهم برضو كده يعني ايه، لو في حاجة او مصلحة في 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 جورنال ما او في مجله ما او في منحه تفرغ او كلام زي كده، تلاقيهم هم مع نفسهم يعملوا الالتراس ده اللي بيتقال عليه، ويبتدوا يجيبوا الشخص اللي هو ماشي في شلته. فالمساله تكاد تكون الفساد ضار في الشخصيه، في الشخصيه يعني ايه، مش مؤسسه بس. احنا ليه فاسدين في المؤسسه؟ عشان الشخصيات بتاعتنا فاسده، الشخصيه نفسها فاسده. فاحنا محتاجين كتير نبص لنفسنا، محتاجين كتير ان احنا نشوف هل احنا مخلصين فعلا للابداع. يعني لو انا راجل في مؤسسه بتعمل ترجمه، هل فعلا الشخص اللي انت بترجمه اللي هو بتصدره على انه مصر، وانت دلوقتي من الناس اللي بتقول دايما مصر ووطني وبتزعق بقى صوتك انك انت عايز تخلي مصر في المقدمه، فهل فعلا انت بتقدم الكتاب المترجم اللي يليق بمصر، ولا بتقدم الكتاب اللي يليق بالصحوبيه؟ دي مشكله. فدايما احنا عندنا بنصدر للواجهه اللي بره اللي هم اصدقائنا، اللي هم ماشيين تحت بطنا، او اللي بيقدموا لنا اي حاجه، هو ده المصدر. لكن الحقيقي دايما مش متصدر. وانت دكتور مشعل ولو هذا المنتج الكبير فينه، او ليه مش متوجه عليه النور؟ ازاي ده منتج، ده منتج يرجعنا يعني يقول ان احنا لا ما زلنا نقدر نعمل عمل زي الاعمال العظيمه اللي كانت موجوده في الاول. فللاسف احنا محتاجين نتخلص من فساد موجود في نفوسنا احنا كلنا. يوم ما نتخلص من هذا الفساد انا اعتقد هتبقى الامور مريحه كتير. اذا الكاتب والروائي الكبير الاستاذ اشرف الخميسي اسدل ستار الختام على هذه الحلقه بهذا النصح، وهو نصح للصغير والكبير، لحمله الاقلام، للنقاد، للاعلاميين. نحتاج الى ان نطهر نفوسنا من الفساد، نحتاج الى تسونامي من التطهير، نحتاج الى تطهير اللجان والعضويات والمرافق والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي،
لما تكون وزارة بتستقطع من جيوبنا 4 مليار جنيه ولا نرى لها مردودا ولا أثرا ميدانيا على الأرض؟ أعتقد أن صيحات أشرف الخميسي صيحة مخلصة، لأنه أشرف الخميسي ليس محسوبا على مؤسسة، ليس محسوبا على كادر تنظيمي، ليس محسوبا على شلاليات ولوبيات وتربيطات، وهو يعاني من هذه الأمور. نصحه لأنه واجهة طيبة للمشهد الثقافي في مصر. بستأذنك أستاذ أشرف أن يكون هناك جزء ثاني لهذه الحلقة، يا سيدني، لأنه إحنا عاوزين نتكلم بقى عن مشروعاتك الروائية وعلاقة قلم أشرف الخميسي بالسينما، وده ملف سنفتحه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة. وقبل أن نلتقي، بنوجه أو نجدد الشكر للروائي الكبير الموهوب المنظور للمعارك أشرف الخميسي، الذي رد لنا الثقة في جيلنا عطاء وموهبة وقدرة على أن يسخو دون انتظار جزاء أو شكور، وراهن على الجماهير وربح الرهان. بنشكره مرة أخرى. شكرا لك. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله في الجزء الثاني للقاء أشرف الخميسي الروائي الكبير. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.